عميق جدا، لأنه تنظيم سري على مدار 200 سنة أي عسكري أو مدني عرف جزءا صغيرا من سر هذا التنظيم العسكري الذي يحكم مصر قتلوه وذبحوه فورا. ما هي معارك الجيش المصري اليومان؟ مفيش. صابر مشهور وأسرار تذاع لأول مرة عن عسكر مصر. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نقدم أدلة ووثائق واعترافات من العسكر تفيد أن حكام العسكر طوال 60 عاما من عهد عبد الناصر حتى السيسي وهم يفرضون الإلحاد والكفر بقوة السلاح على الشعب المصري المسلم. كتير من الناس بيقولوا أن فيه كتير من الشباب ألحدوا، وهذه دعوة صريحة إلى الإلحاد. لن يرضوا بسم الله أبدا، أقسم لكم بالله من فوق هذا المكان، لو أن الشيوعية وضعت يدها على حكم مصر بعد العشاء فسوف تنصب المشانق لكل مسلم عند الفجر. ونبدأ بمحاولات العسكر تأسيس دولة ملحدة في مصر من خلال الانقلاب العسكري عام 1952. بعد الحرب العالمية الثانية قام اليهود المقيمون في مصر بتأسيس العديد من المنظمات الشيوعية وجذبوا إليها المسلمين بهدف نشر الكفر والإلحاد داخل المجتمع المصري. تعود بداية حركة اليسار في مصر حين تأسس الحزب الشيوعي كحزب للطبقة العاملة، وفي عام 1939 تأسس الاتحاد الديمقراطي كمؤسسة ماركسية بقيادة كل من هنري كوريال وهيلل شوارتز ومارسيل إسرائيل وكلهم من اليهود. إن اليسار طول الوقت تم وصمه بفكرة الحق ده يساري ده شيوعي ده كافر، لكن أنا بقول انتظروا اليسار المصري خلال 10 أو 15 سنة، أنا بقول الناس هي اللي هتجيب اليسار المصري للحكم. إن جدك أصله يهودي، جدي اسمه يوسف موسى درويش، فهو كان من مؤسسي حزب حديثتو الحزب الشيوعي المصري. ونجح هؤلاء اليهود في تجنيد العشرات من ضباط الجيش المصري قبل 1952 وإقناعهم بالكفر والإلحاد. وكان في قسم جيش في حديثتو، قسم الجيش أيوه في حديثتو، وكان في ضباط وصف ضباط، تمام، وبعضهم كان بيشتغل في السرب الملكي بتاع الملك فاروق، السرب الطيران الملكي. وبعدين في رسالة من الرسائل كان أحمد فؤاد، الكتاب بتاع الأخ خالد محي الدين، كان باعت قبل الثورة، باعت لخالد بيقول له انت لازم ترجع قريب على طول، كان اتنقل بره السلاح، لازم ترجع قريب علشان العملية استوت، وان بعد سنين قليلة جدا هنستمع الحكم. كما أكد الملك فاروق أيضا تغلغل نفوذ الضباط الشيوعيين الملاحدة داخل قوة العسكر أنذاك، وكتب مستشاره الصحفي كريم ثابت في مذكراته أن الملك كان يؤكد له دائما أن خلعه من الحكم سيكون بواسطة الشيوعيين وأن لهم خلايا متنفذة داخل قوات العسكر. بل إن زعيم العسكر جمال عبد الناصر لما كان بيحب يكتب بالمنشورات الضباط الأحرار السرية، منشورات سرية لم يأتمن عليها أحد سوى تنظيم حددتو الشيوعي اللي بيضم الملحدين والكفار. أورد الضابط الشيوعي خالد محي الدين عضو مجلس قيادة الثورة عام 1952 أن جمال عبد الناصر كان يطبع منشورات تنظيم الضباط الأحرار عن تنظيم حددتو الشيوعي، وكان يتخذ اسما حركيا نصرانيا هو موريس. ده قالوا في مقالة يا فندم أنه كان له اسم كودي موريس. هو لما كان بيتطلق كان في وقت من الأوقات بيروح ياخد المنشورات، ما بدينا نطبع عند حديثته فما خفنا على المكان بتاعنا، فهو راح يستلم المنشورات فعمل كود زي ما هما بيعملوا، سمى نفسه موريس، لكن ده مش معناه انه كان هنا. فالضابط الذي استولى على مقر قيادة الجيش كله
وهو صاحب الفضل في إنهاء الملكية كان مين يا عم الحاج؟ واحد شيوعي اسمه الضابط يوسف صديق. كان مفروض أن التحرك بيكون الساعة واحدة، ولكن في واحد اعتقد أن التحرك الساعة 12 اللي هو يوسف منصور صديق، واتحرك قبل الميعاد بساعة فقابلناه في السكة قلنا له ايه اللي محركك بدري؟ قال الميعاد 12. قلنا له لا الميعاد الساعة واحدة. قال على العموم انا اتحركت الساعة 12. قلنا له تعالى بقى نطلع على القيادة، بنحتل القيادة ونعتقل الناس اللي هناك. اننا طبعا التزامي نحو الضباط الاحرار اللي هم من حديدته بتاع خلاني اعمل بعض الزيارات، فرحت ليوسف الصديق في بيته. والضابط الذي أسند إليه جمال عبد الناصر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية الإسكندرية هو ضابط شيوعي اسمه أحمد حمروش. أنا كنت مسؤول الضباط الأحرار في إسكندرية، وكانت عندي تعليمات من جمال عبد الناصر لأنه بعتني قبلها بليلة. فلما جيت قابلته قال لي أنتوا في إسكندرية ما تعملوش حاجة أبدا. هنا بقى ابتدت حركة يسار زوفل في الجيش بعد العدوان الثلاثي وبعد موقف أمريكا من تأييد العدوان الثلاثي، وابتدت تظهر تنظيمات يسارية في داخل القوات المسلحة مختلفة، منهم زي الأستاذ أحمد حمروش وخالد محي الدين وأسماء كثيرة، وكانوا ناس أشراف واتجاهاتهم سليمة ومثقفين، إسماعيل صبري عبد الله إلى آخره. فابتدت الثورة تاخد اتجاه جديد واتجهت إلى اليسار، وابتدت تعمل تنظيمات يسارية أو شيوعية، في مش شيوعية يسارية يعني بالمعنى الأوضح، عشان نخلص على الطائرات السلفية اللي كانت هي مسيطرة على الجو العام في مصر كلها. اعقب ذلك انه جمال عبد الناصر وهو عميل للمخابرات الامريكية، وسنخصص حلقة لذلك باعترافاته هو واعترافات مدير مكتبه واقارين، قام بابعاد هؤلاء الضباط الشيوعيين. عبد الناصر لما بيحب يتخلص من حد بيشوف له اي حاجة يعملها. يعني انا هحكي واقعة طريفة بمناسبة الشيوعية دي، ان هم طبعوا له جهاز المخابرات طبعوا منشورات وقالوا روحوا حطوها في بيت يوسف صديق. منشورات شيوعية علشان يأهب الناس كلها ان هو شيوعي يعني، والكلام ده ان هم راحوا حطوها في البيت الغلط. يعني المرحوم يوسف صديق كان ليه اكثر من زوجة، ففي زوجة متدينة قوي وفي زوجة ليها ميول اشتراكية. هنقول اشتراكية مش هنقول شيوعية. وخالد محي الدين برضو كانوا كلهم بيشتغلوا في المنظمة بتاعت حديدته، وراحوا حطوا المنشورات غلط في بيت الست الطيبة. فعبد الناصر قال لهم الله يخرب بيتكم، كان المفروض تروح البيت الثاني. في الستينات جرت المحاولة الثانية من قبل قوات العسكر لإعلام مصر دولة ملحدة كافرة. ولما جاء خروشوف عشان يفتتح السد العالي، طلب من الرئيس جمال عبد الناصر انه يفرج عن الشيوعيين عشان يجي، وتم الإفراج عنهم فعلا. واتخذ الحزب الشيوعي قرارا بحل نفسه والانضمام إلى الاتحاد الاشتراكي، وتعويضا لهم اتحطوا فيه مراكز في الصحف والإذاعة، وكان لهم اليد العليا في توجيه الرأي العام. ده كان الوضع القائم في سنة 66. بعد حكاية السد العالي انتشر الشيوعيون في مصر وخصوصا في جهاز الإعلام بصورة غير مألوفة. أنا أقول لك أنا ما كنتش أعرف أيامها الضابط المصري المسؤول عن مكافحة الشيوعية واسمه حسن مصالح، بس لقيت ناس داخلين عليا في البيت كلهم أصدقاء شيوعيين وجايين إيه قال يحتفلوا بأن حسن مصالح اتشال من منصبه النهاردة. فده يوري لك إنه الراجل الوحيد اللي بيكافح الشيوعية أو اللي مسؤول عن مكافحة الشيوعية. وبعدين أنا سألته قلت له يا حسن بيقول لي انت زي قدرت تتوصل انك تعرف كل التنظيمات الشيوعية؟ قال لي ما هم اللي ادوني الاخبار، يعني كانهم كانوا شيوعيين وكانوا خوانة للشيوعية ايضا. لان هو كان طابع برضو ايام في الناصرية، كان طابع حتة البوليسية دي كانت يعني موجودة لدرجة انا مثلا كنت في تنظيم اللي بلغ عني مسؤول السياسي. مسؤول السياسي هو اللي أبلغ. وأصبح الشيوعيون الملاحدة الكفرة هم الذين يحكمون الشعب المصري المسلم، وعبد الناصر مجرد طرطور وخيال مأتى من فوق قدام الشعب فقط. الشيوعيين أصبح لهم سلطة سياسية في مصر. الأول كان لهم سلطة عسكرية
نتيجة اتفاقية السلاح. كان فعلا أصبحوا هم القوى السياسية وأحاطوا بعبد الناصر حطوه درج نموذج محطوط كده وهم بيعملوا كل حاجة. عندما فتح عبد الناصر لم يجد من نصير له في داخل الساحة السياسية في مصر إلا الشيوعيين. لكن من العجيب أنني انفعلت فسجدت حينما علمت بالنكسة، لأنني فرحت أننا لم ننتصر ونحن في أحضان الشيوعية، لأننا لو نصرنا ونحن في أحضان الشيوعية لأصبنا بفتنة في ديننا. نبدأ بزعيم العسكر جمال عبد الناصر. إدارة مراقبة التليفونات في وزارة الداخلية في عهده اكتشفت أن عبد الناصر راجل كافر لا يؤمن بالإسلام أصلا. لا، هو شيخ متدين، أخواته متدينين كلهم حافظين القرآن. عبد الناصر ما كانش يعرف القرآن. عارفة ليه؟ لأن عبد الناصر في مرة في التليفون بيكلم هيكل، فهيكل وده احنا مسجلينه، بيقول له أنت صايم يا رئيس؟ قال له في حاجة اسمها صيام يا محمد، أنا بس قدام الأولاد ما باكلش ولا أشرب. اسمع جمال عبد الناصر عندما ذهب إلى الحج حتى تم تصويره الزعيم الأمة العربية وهو يحج، وكان معه وفد، وكان من ضمن هذا الوفد الصحفي أنيس منصور. أنا قرأت هذا الكتاب لأنيس منصور، اسمه عبد الناصر المفتري علينا والمفترى عليه. أنيس منصور يقول: وبينما نحن نطوف حول الكعبة، أنيس منصور يطوف مع عبد الناصر، قال: فهمس في أذني عبد الناصر يقول لأنيس منصور أمام بيت الله وهما يلبسان ثياب الإحرام: إيه لعب العيال ده يا أنيس؟ تأمل، إيه لعب العيال ده يا أنيس؟ الطواف حوالين الكعبة هذا لعب عيال هذا الزعيم عبد الناصر. وقام العسكر بتدريس الإلحاد للشباب المصري المسلم، وتولى هذه المهمة علي صبري رئيس الوزراء بنفسه، كان بيدرس لهم ماركس ولينين والإلحاد وما إلى ذلك. في أمور بتجري في البلد من علي صبري وعبد المجيد فريد، وإن عاملين نشاط زائد جدا في معسكرات الشباب والطلبة والعمال والكلام ده، ومحاضرات ماركس ولينين بتطبع وبتوزع، وشبابنا دلوقتي بيتعرض لمحنة. فلما أنا أخده في معسكر وأعلمه هذا الكلام هتكون النتيجة إن أنا بنشر الشيوعية، فإحنا هنتهم بنشر الشيوعية وإحنا مش شيوعيين. في نظام عبد الناصر ولا السادات؟ طبعا نظام عبد الناصر، أول نظام أول نظام الأزهر تضعضع فيه نظام هو نظام عبد الناصر والمد الاشتراكي. لأني يعني ماذا تتوقع من نظام ارتمى في أحضان النظام الروسي أو الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت؟ نعم. وكانت الكتب الاشتراكية تتباع هنا، ونظرية ماركس وأفيون الشعوب والدين أفيون الشعوب، وكل كانت تتباع بشيلن. أنا كنت أشتري الكتاب ده بشيلن كده. ماذا تتوقع من نظام مرتمي في 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 حضن منكر للدين؟ قيل يا فندم انه المرحوم علي صبري كان يوزع في معسكرات الشباب وبين الطلبه محاضرات ماركس، هل هذا صحيح؟ كان في محاضرات اشتراكيه يعني كان دايما التنظيم الطليعي ده والكوادر اللي بيعدوها كان بيلقنوهم في الشك مبادئ الاشتراكيه والاخره والماركسيه والحاجات دي كلها. وبلغ نفوذ الشيوعيين الملاحده الكفار خلال تلك الفتره إلى درجة أنهم أصدروا الميثاق بتوقيع من جمال عبد الناصر يتضمن تطبيق الاشتراكية العلمية أي الشيوعية. وقدم الرئيس الحاضرين مشروع الميثاق الذي استغرقت تلاوته 6 ساعات كاملة. وجه بقى الميثاق في 62 وأكد على أن الاشتراكية مش الاشتراكية الديمقراطية التعاونية ولا الاشتراكية العربية، الاشتراكية العلمية. عشان كانت قال في الميثاق كلمة كده الناس خدوا بالها منها على طول انزعجوا لها، كلمة الاشتراكية العلمية. الاشتراكية العلمية بالمفهوم الماركسي في كتب كارل ماركس يعني تؤدي إلى الشيوعية في الآخر، سماها الاشتراكية العلمية. فأنا بحكم دراستي قلت لكمال حسين من أول يوم الاشتراكية العلمية يعني الشيوعية، فدي أنا لا أقبل أن أكون مقررا. فقلت له بلغ هذا الكلام لعبد الناصر، فأخذني وجينا على البيت ومعانا المجموعة وابتدينا نتكلم
وتناقشنا في حاجات كتيرة ومن ضمن بقى موضوع الاشتراكية. قلت له طب والبقال والورشة ممكن هيتأمموا رخي؟ أنا بتكلم يعني الله يعني أنا قلت كلمة فيش داعي إن احنا نقولها دلوقتي في فقالوا إن مصطفى أمين كتبها في طب مصطفى أمين قال إيه كمان؟ قالوا إن ألف المشمش أحسن الكلام ده. في الستينات زعيم العسكر جمال عبد الناصر مش طلع الإخوان المسلمين من السجون وقال لهم أنتوا ناس مسلمين، لا، إنما طلع الشيوعيين من السجون وقال لهم اتفضلوا عملنا لكم تنظيم اسمه طليعة الاشتراكيين اللي هو مشهور إعلاميا باسم تنظيم التنظيم الطليعي، دوركم نشر الشيوعية والكفر والإلحاد داخل المجتمع المصري. التنظيم الطليعي كان يشرف عليه الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا، وكانت الأسماء سرية وتعرض عليه. الكلام ده صح ولا صح؟ صح. الحركة الشيوعية حلت نفسها ودخلت العز الاشتراكي وقبل عبد الناصر ما يموت رحمه الله. التنظيم الطليعي؟ التنظيم الطليعي، ودخلنا أنا كنت مسؤول في التنظيم الطليعي، مسؤول الثقافة في اللجنة المركزية، في اللجنة المركزية. هذا التنظيم الطليعي نشوف النهارده من درب فيه وتعلم فيه واستفاد منه واصبح ايه؟ التنظيم الطليعي ده منه ناس حتى بتشتغل لغايه دلوقتي موجودين وزراء وكده يعني. لولا التنظيم الطليعي كان موجودا ما كان هناك عمل سياسي في مصر. ازاي يا فندم؟ انظر الى جميع الموجودين النهارده وكثير منهم في اعلى مناصب الدوله كانوا في التنظيم الطليعي. كل العناصر اللي تنتمي الى الاحزاب اللي موجوده حاليا سواء في مجلس الشعب او اعضاء في الاحزاب الموجوده حاليا على اختلافها، كلهم كانوا اعضاء في الاتحاد الاشتراكي وتربوا داخل الاتحاد الاشتراكي. اما المخطط الثالث لسيطره الشيعين الملاحده الكفر على حكم مصر فكان فور تولي انور السادات الحكم. يعني ست اللواء طه، حضرتك الضابط اللي اخذ التسجيلات اللي هنسمع عنه كتير، اللي اخذ التسجيلات ووداها للرئيس الراحل انور السادات. ايوه فندم، انا هو الضابط اللي عمل كده. قال له انت جيت لي ليه؟ قلت له ان الشرعيه الدستوريه تتمثل في حضرتك، انت الرئيس الشرعي للدوله دي. قال بس كده؟ قلت له لا، وانت كمان دول ميولهم شيوعيه وانا بكره الشيوعيه. سيطره النفوذ الشيوعي على مقدرات البلد كان بيهدد النظام، وهنا اجتمعت هذه المجموعة واتصلنا بالرئيس السادات وقلنا له احنا واقفين وعايزين نقف وراك في هذا الصراع. اعضاء هذه المجموعة بقى مين يا عم الحاج؟ الفريق محمد فوزي وزير الدفاع، ده راح روسيا، راح للشيوعيين الملاحدة يتفق معاهم على قلب نظام الحكم الانقلابي العسكري ويعلن تبعية مصر لروسيا الملحدة. فريق محمد فوزي الله يرحمه، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، احمد كامل رئيس المخابرات العامه برضه كان منضم اليهم، علي صبري نائب رئيس الجمهوريه، شعراوي جمعه نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه، سامي شرف وزير شؤون رئاسه الجمهوريه وكان سكرتير عبد الناصر قبل كده، محمد فايق كان وزير اعلام، عبد محسن ابو النور امين عام للاتحاد الاشتراكي، هم 13. لبيب شقير كان رئيس مجلس الشعب. الجماعة دول لما الكي جي بي جندهم وجندهم مقابل مرتبات. جند مين يا فندم؟ علي صبري وسامي شرف وشعراوي جمعة وأمين هويدي أكبرك وصلاح نصر وفي آخرين أيضا. كيف وصلت إليك هذه المعلومة؟ من السفير السوفيتي نفسه. أقولك كان اسمه يا فندم؟ ديمتروف، هو اللي قال لي هذه المعلومات. كان سفير وانا بصراحه موسكو فين؟ كان سفير موسكو لدى السوق الاوروبيه المشتركه ولدى حكومه بروكسل في نفس الوقت. نعم، كان بوسعنا ان نساند الفريق محمد فوزي وغيره، الا اننا وثقنا بانور السادات. هل كانت غلطه هذه باعتقادكم؟ اغلب الظن نعم، فقد بعث محمد فوزي الى موسكو مباشره رساله قال فيها انه يؤيد الاتحاد السوفيتي بالكامل
ولم يصدقوه وأنه الوحيد القادر على القيام بكل ما يلزم. أنا نفسي رافقته إلى موسكو، رافقناهم إلى موسكو الواحدة تلو الآخر للمباحثات مع قيادتنا، إلى أن خيارها وقع على أنور السادات. من بينهم وزير الحربية محمد فوزي. ووجهت للمتهم تهمة الخيانة العظمى. عقدت الدائرة الأولى لمحكمة الثورة جلسة علنية، حيث مثلت أمام المحكمة المجموعة الأولى من المتهمين الاثني عشر. أحمد كامل مدير المخابرات العامة كان مركزي ملحد، وهذا جاء في كتاب أوراق للاتحاد الاشتراكي التحقيقات بتاعت القضية نفسها. وهذا شو بقى مدير المخابرات، وهذا الكتاب موجود في مكتبة مصر العامة بجوار مديرية أمن الجيزة. أما الرئيس المؤمن أنور السادات اللي كان بيصلي كل جمعة في ميتة بيكون في الجامع بين الناس، وكان بيقرأ القرآن بصوته، وكان بيتصور هو بيصلي، فهو أيضا سعى إلى نشر الحياد والكفر بين الشعب المصري، وهذا أمر غريب سنتناوله في حلقة خاصة عن السادات. انت راح تجيب لنا لهذه الشيوعية وتعمل لهم حزب في بلد بتقول انه بلد الايمان وبلد الازهر وبلد الاسلام، مين اللي عمل العمل ده في التاريخ؟ ده فاروق اللي كنت بتقولوا عليه فاسد ما رضاش يعمل حزب للشيوعيين. احنا رحنا نجيب الشيوعيين في بلدنا هنا عشان نعمل روسيا ثانية في البلد. ونبدأ بالسادات لما كان في عهد جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر بتكليف من الشيوعيين الروس هيعمل التنظيم الطليعي لنشر، كان اسمه التنظيم طليعة الاشتراكيين، يعني لنشر الشيوعية والإلحاد. أنور السادات وكان رئيس مجلس الأمة المؤمن خب بعضه وراح إلى السجن. يطلع مين؟ الشيخ كشك؟ لا. يطلع المسلمين اللي في السجون؟ لا. أمال راح يعمل إيه يا عم الحاج؟ راح السجن يطلع الشيوعي الملحد محمود أمين العالم كي يضمه إلى تنظيم طليعة الاشتراكيين. ندهل السادات يوسف إدريس حتى الكاتب القصص المعروف ندالي عشان أقابل السادات في أواخر، قال لي السادات عاوزك، فرحت له أيوة يا عم أنور وكنا أصحاب يعني. قال لي اسمع، الإخوان المسلمين كانوا ضدنا ذبحناهم، وأنتم الآن مطلوب منكم يا شيوعيين أنتم تحلوا نفسكم وتخشوا الاتحاد الاشتراكي. قلت له لا، إحنا كان الاتحاد القومي. قلت له لا، أنا عندي اقتراح تاني، ان احنا نخش كتنظيم والوفد يخش كتنظيم والاتحاد الاشتراكي الاتحاد القومي يبقى جابها. قال لي لا. قلت له خلاص لا، احنا رافضين. وبعد شويه دخلت السجن. في داخل واحنا في الواحات عبد الناصر غير موقفه من السلطه من العمل السياسي، واختلف مع الامريكان وبدا يقترب مره اخرى من العمل الاتحاد السوفيتي. الاخر هذا بينا اتصل بنا لكي نحل الحزب، نحل الشيوعي وندخل الاتحاد القومي الاتحاد الاشتراكي في ذلك الوقت. وبعدين خرجنا كلنا، عبد الناصر ندهلي وقال لي احنا بنعتذر عن الحدث. يعني اي واحد فخرجت معاه فقال لي عاوزينك تمسك الاخبار اليوم، لان عبد الناصر كان ماسك اخبار اليوم وعاوز يودوه الاهرام، فتمسك اخبار اليوم بس خليه ما تخليها ليش برفضه اطلاقا. صدقك اولا كان صديقي، احنا كنا ثلاث اصدقاء، انا والأمين العام للأطباء دكتور حمدي التايب صديق الحبيب جدا نقيب الأطباء والسوري العظيم كان سفير مصر سامي الدروبي، كنا أصدقاء. وكنا رحنا يعزلنا أيضا قبل ما يبقى رئيس الجمهورية اللي هو الأخ أمين الرئيس الراحل أنور السادات. بس الحقيقة لا أخذ شيء، لا طبعا. وكنا نذهب في بيته في الدقي وهكذا، كنا أصدقاء. لكن إحنا الثلاثة كنا أصدقاء. عاوز كنت أكد إن السادات كان أصدقاء هذه الشلة الثلاثية، كنا رحنا ناكل عنده ونشرب. وبلغ الأمر من رئيس المؤمن أنور السادات إنه يعمل حزب للملحدين. أنور السادات أسس حزب للملاحدة الكفار الشيوعيين، حزب التجمع. ومع القرار التاريخي للرئيس الراحل أنور السادات في نوفمبر عام 1976 بالعودة إلى التعدد الحزبي، تم تأسيس حزب التجمع والدخول في مرحلة جديدة. ولكن سرعان ما وقع الصدام بين الدولة واليسار مع نشوب الانتفاضة الشعبية في يناير عام 1977. حزب التجمع الملحدين وشؤون الدنيا واحتفلوا بليلة القدر
والمولد النبوي والإسراء والمعراج والغزوات الإسلامية كمان. قيام حزب الجيوح في البلد قرار لا يغفره الله أبدا أبدا. قيام حزب الجيوح يفسد أخلاق البلد ويبيع الدين ويحارب الدين. احنا منتظرين ايه؟ منتظرين لما يفتحوا عليه ويبوز الليل يفتحونه. بل ان انور السادات اخر رئيس وزراء له لما انور السادات قتيل كان معين من رئيس وزراء واحد شيوعي ملحد اسمه الدكتور فؤاد محي الدين، ده كان عضو في تنظيم شيوعي اسمه اسكرا الشرارة، وكانت ترأسه امرأة يهودية اسمها اوديت. وهذا جاء في مذكرات محمد سيد احمد الكاتب الشيوعي اللي كان بيكتب في الاهرام في كتاب شهادات ورؤى لتاريخ الحركة الشيوعية المصرية، وأورده أيضا العلماني الدكتور يحيى الجمل في مقال له في صحيفة الشرق الأوسط. يعني مبارك لما تولى الحكم احتفظ بالدكتور فؤاد محي الدين هذا الشيوعي الكافر الملحد، احتفظ به رئيسا لوزراء مصر. وكان أنور السادات حريص على أنه يعين وزراء شيوعيين ملاحدة كفرة في حكوماته المختلفة. من قبل ذلك يعني الدكتور اسماعيل صبري عبد الله تولى وزارة التخطيط وهو واحد من مؤسسي الحزب الشيوعي المصري الموحد، طبعا هو تولى الوزارة في 41 مش 48. الدكتور فؤاد مرسي تولى الوزارة في نفس الآونة، تولى وزارة الداخلية. الدكتور جود عبد الخالق الآن وزير النظام الاجتماعي واحد من أعضاء الحزب الشيوعي المصري القدام، يعني لابد أن نراعي هذا أيضا. ممكن واحد يتساءل ويقول فينا لغز وكلام متناقض، منين انور السادات هو رجل امريكا ومتحالف معاها وبتاع الانفتاح الاقتصادي وبيشتم في الشيوعيين والاتحاد السوفيتي ليل نهار، وفي ذات الوقت يروح يعمل لهم حزب للشيوعيين ويمسكهم في الوزارات والحكومه والاعلام وما الى ذلك؟ والاجابه على هذا اللغز نجدها في كتاب ضابط المخابرات الامريكي مايلز كوبلاند في كتابه لعبة الأمم. كشف مايلز كوبلاند في كتابه لعبة الأمم أن المخابرات الأمريكية والبريطانية لجأت إلى تأسيس أحزاب شيوعية منافسة لتلك الموالية لموسكو، وقال لجأت السفارة البريطانية والأمريكية في عالم العرب إلى تشكيل طوابير يسارية عربية جديدة المفروض فيها ألا تكون من أولاد موسكو في الأحزاب الشيوعية العربية، بل تكون من نوع يساري لا يخضع لسلطة السوفييت في أجهزة الكومنتفورم والمخابرات السوفيتية. والخلاف فقط بين السوفييت وبين البريطانيين والأمير كان على اختيار الخيول العربية التقدمية الصالحة للإطاحة بالعناصر الرجعية العربية. ويؤيد ما ذهب إليه كوبلاند ما ورد في مذكرات الضابط الشيوعي خالد محي الدين الصادرة تحت عنوان والآن أتكلم، حيث يذكر أن الحركة الشيوعية العالمية ومقرها موسكو تبرأت من التنظيم الشيوعي الرئيسي في مصر والمعروف اختصارا باسم حدتو، واتهمت التنظيم بأنه صنيعة لأمريكا. أما الحاكم العسكري حسني مبارك فهو عمل وزارة للملحدين سماها وزارة الثقافة وجمع فيها بقى شفكة حظيرة للشيوعيين. حرب على الشيوعية. النهاردة أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية في بيان دعمها لوزير يسعى إلى ترتيب أوضاع الوزارة بعيدا عن المجموعات الماركسية، لأنهم شايفين أنه الشيوعية التي تم تدجينها في عهد فاروق حسني، لدرجة أنه وزارة الثقافة كانت تنشر روايات تدعو للإلحاد وتسب الذات الإلهية، منها وليمة لأعشاب البحر للشيوعي الملحد الكافر حيدر حيدر. ألم تنشر وزارة الثقافة وليمة أعشاب البحر التي هاجت الدنيا بسببها ولم يخرج الوزير من الوزارة؟ ألم ينشر كتاب اسمه آية جيم يقول الكاتب المجرم الأثيم في مقدمة هذا الكتاب إن الله ظلم حرف الجيم؟ وقامت الدنيا ولم تقعد ولم يخرج الوزير من الوزارة. ألم يقل الوزير يوما وسئل لماذا لم تتزوج فقال نساء مصر كلها نسائي؟ وهاجت الدنيا ولم تقعد
ولم يخرج الوزير من الوزارة. مبارك نفسه كما قلنا تربى في روسيا بلد الإلحاد، وكان من نتيجة ذلك أنه كان يكره كلمة ذكر القرآن وذكر المساجد والموت والقرآن. في أوائل التسعينيات قلت لوزير الأوقاف يومها: يا دكتور، هو الرئيس بيسمع بودن واحدة؟ مفيش غير فرج فودة وعبد العظيم رمضان وجابر عصفور وفاروق حسني، مش في علماء للمسلمين ممكن الرئيس يسمع لهم؟ قال لي أنا هقدم اقتراح. فات مدة طويلة فقالته: إيه أخبار اقتراحك؟ قال لي بعظمة لسانه زي ما بيقولوا: يا دكتور، عايز أقول لك الرئيس مش عايز يسمع كلمة الإسلام. حاجات ممنوع الكلام فيها مع الرئيس. زي الدين ممنوع. ممنوع. الموت. الموت اوعى تجيب سيرة الموت قدامه. جوامع. القرآن. الحاجات دي ممنوع تتكلم في المواضيع دي، لانه عايش في روسيا كتير. وروسيا انت عارف ايه، اذا لم يكن الله موجود فكل شيء مباح. واصبح العسكر يرسلون ضباط الجيش الى روسيا لتعلم الالحاد والكفر، وهذا ما حدث مع ابن رئيس الوزراء شخصيا. كيف حاول الشيوعيون استقطاب ابنكم الوحيد دكتور طارق؟ جه هنا بنا ماريوف. بنا ماريوف ده مدير المخابرات الروسية في منطقة الشرق الأوسط، خطير جدا. فبص لقى ابني وبنت عمرها 14 سنة، فقال لهم: أنا دعيكم في الصيف مش عارف البحر الأسود وبتاع. بعد ما راح ورجع من هناك قعد عبارة عن شهر واحد أكلمه مش بيتكلم. ابتدي بيقول لي: ليه يا بابا ما نبقاش شيوعيين؟ ولذلك نجد الغالبية الساحقة من الكتاب ومن الذين يظهرون في الشاشات التلفزيون والراديو في عهد مبارك من الشيوعيين. قائمة بأسماء الفنانين والكتاب والمفكرين الشيوعيين اللي هو المجتمع في الحقيقة، وهو بيقول وبيتعامل مع الشيوعي وتسمية الشيوعي، الناس ما زالت لحد النهاردة بتتخض. لا انضميت لأي حزب سياسي استاذ عادل. حزب ايه؟ انضميت لحزب العمال والفلاحين الشيوعي المصري. أيامها بقى كانوا قاعدوا يقفشوا في الشيوعيين ايام حديدته، فانا بقى كنت حزب تاني بقى. فدخل ابويا لقى كتب كارل ماركس ولقى البتاع، راح ماسك الكتب دي حرقها، وكان علقه برضه يعني يشيب لها الودان زي ما بيقول. والله احنا كنا في سجن كره، وكان الجدع ده اللي اسمه عبد الرحمن الابنودي كانوا خدوه في ايام اعتقال، احنا بنقعد بالسنين، انما هو منه يعني شيوعي بيقعد اكثر من يومين ثلاثه، ويقعد في زنزانه مفتوحه والشاويش يقدم له الشاي وياكل من الكانتين، انما احنا ناكل ايه؟ مش فول مسوش، ناكل سوس مسوش. خدوا السيد الابنودي يومين فتره، وبعدين احنا قاعدين معاه. قلب هذه بلد تستحق ان الواحد يقدم لها خدمات ومواهب. قمت بقول له: حضرتك قدمت ايه يعني من المواهب؟ يعني ايه المواهب اللي قدمتها؟ قال لي: انتوا مش عارفيني. والله نحب نتشرف يا ابني. في ايه؟ قال: ده انا فلان مؤلف اغنية تحت الشجر يا رهيب. ما شاء الله. ده الفتوح التجلي ده؟ ايه ده يا رهيب انت؟ ايه ده؟ ايه العظمة دي يا سيدي؟ تحت الشجر يا رهيب اسرائيل عمالة تجيب صواريخ. اسرائيل عمالة تجيب طيارات اف 15 واف 16، واحنا اف منكم. ايه؟ العسكر دخلوه المستشفى بتاعتهم، ولا هيدخلوا الشيخ كشك ولا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان؟ لا طبعا. اللي هو انا يعني احنا في مجمع الجلاء طبعا القوات المسلحه، والحقيقه انه المجمع يعني بتقول لي ايه، واخدين بالهم منك كويس قوي كده. اهو هذا هو طبعا. المجمع الطبي للقوات المسلحه. بل ان مبارك عين راجل شيوعي ماركسي من تنظيم طليعه الاشتراكيين الشيوعي ليتولى وزاره التعليم في مصر، هو حسين كامل بهاء الدين، الذي كان يضع لنا نحن في المدارس الكتب. يعني واحد شيوعي ملحد كافر هو اللي بيعلمنا احنا نتعلم ايه. حتى كنت رئيس التنظيم الطليعي في محافظه كفر الشيخ، وقبل كده كنت في محافظه الاسماعيليه، او بالعكس. دكتور محمود شريف. محمود شريف دكتور حسين كامل بهاء الدين.
هطلب بس رد حضرتك على الكلام اللي قاله المرشد العام للإخوان ونزل في صحف النهاردة ان والدة حضرتك يهودية. وهي تزوجها الوالد رحمة الله عليه ايضا لما كان في بعثة في فرنسا. وكانت مسيحية اسلمت سنة 34 سنة 34 تمام. كان زمان في كتب المطالعة دي بيسموها ايه كتب القراءة دي ولا مش عارف ايه كان لا قراءة كانت فكانوا بيجيبوا بيقول لك قالت المدرسة يا محمد مش عارف ايه وبعدين يجيب صورة المدرسة محجبة واحيانا منقبة وبتاع وحاجات كده. لفت نظر حسين كامل بهاء الدين وكان وزير تعليم قال لي خلاص هنصلح الموضوع. فإذا به عمل أبلة سوسن. فأبلة سوسن ست بنص كم وظريفة. أما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو بقيادة السيسي بن حط اليهود، فهنا بقى عشان يوريك العلاقة السرية بين اليهود والشيوعية والإلحاد، فهنا بقى الشيوعيين فجروا عن آخرهم، فلقينا إنه السيسي أتى برئيس وزراء شيوعي هو حازم الببلاوي. الغريب إنه الدكتور حازم الببلاوي مر بتحولات فكرية عديدة، يعني الدكتور حازم الببلاوي بدأ حياته شيوعي. وهنا تقدروا حتى تسألوا رفاق الضرب، يعني تقدروا تسألوا مثلا على سبيل المثال أستاذ حسين عبد الرازق القيادي الشهير في حزب التجمع ممثل اليسار في لجنة الخمسين. والمخابرات الحربية تكلف إعلام العسكر بأنهم يطلعوا الملاحدة على الشاشات ويتم افتعال معركة وفي ظاهرة الإلحاد، مشكلة الإلحاد، ما سبب الإلحاد، مش عارف إيه. وأصلا كل الملاحدة دول كم يعني؟ 1000 واحد 5000 واحد، يعني أقل من عدد الحرامية في مصر، مش ظاهرة ولا حاجة يعني. هل هناك ظاهرة للإلحاد ابتداء أم لا؟ هناك حالات إلحاد، وهذا يكشف لنا مخطط العسكر لفرض الكفر والإلحاد على الشعب المصري المسلم القابض على دينه. وانتظرونا في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم للإعجاب بصفحتنا على فيسبوك ومشاهدة حلقات العالم الأسود للعسكر السابقة، ثم الاشتراك في قناتنا على يوتيوب لتتابعوا الحلقات الجديدة.